السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة في روعة طيور الجنة، اي فستان عنده ب50 ريال ما شاء الله. عندهم منزلين جلابيات للام وبنتها، ان شاء الله خش جوه كده ونعمل جولة. عنده اي قطعة على 50 ريال. بسم الله الرحمن الرحيم. عنده فساتين يا بنات للافراح، بناتي اي قطعة على 50 ريال. انا كنت صورت لكم الفرع التاني بتاعهم، ده برضو الفرع التاني عندهم برضو موديلات مختلفة عن المكان التاني. بصوا ما شاء الله يا بنات، اي قطعة على 50. في منها مقاسات، من المقاسات من اول سنة كام؟ من سنة 16. عنده من اول سنة يا بنات فستين السواري ل 16 سنة. عايزة اقول لكم ما شاء الله الموديلات عندهم حلوة قوي. اليوم فساتين بناتي ب 50 ريال، اليوم فساتين البنات ب 50. اي فستان ما شاء الله حلوين قوي، الفستان الاحمر ده هنا فرصه للبيتي اللي جنبه، طيور الجنه للتكفيرات، طيور الجنه سوق البوادي محل رقم 250 جنبي يا بلاش على طول. عندهم فستان ما شاء الله حلو قوي، بس برده الفستان ده جميل جدا ما شاء الله، حلوين قوي. كل الفساتين في طيور الجنه على 50. المقاسات يا بنات من اول سنه ل 16 سنه. هنا يا زبون الماركت فوقنا الاسعار اختار لا تحتار. بصوا ما شاء الله حلوين قوي. بصوا بقى هنا، بصوا الاحمر ده حلو قوي، جميل قوي. بس ما شاء الله احمد، بصوا بقى الدرسات دي حلو قوي ما شاء الله. على 50. بصوا بنات ما شاء الله حلوين قوي. هي الجلابيه الام في منها مقاسات من كام لكام؟ من سمول ميديوم لارج اكس لارج، سمول وميديوم ولارج واكس لارج. وفي بقى منها البناتي، هوريك دلوقتي برضو الام هات. دي جلابيات رمضانيه ما شاء الله حلو قوي. بصوا بنات 50 ريال الام والبنت. 50 ريال اي فستان، اي قطعة 50 ريال. اي قطعة 50. تمام. شاد في رمضان على 50. اي قطعة على 50 ريال يا بنات. 50. الام في منها الوان ولا لون واحد؟ اربع الوان. في اربع الوان. هما فين طبعا اذنك؟ هنا نفس البناتي في منها. نفس البناتي في منها امهات. نفس الالوان دي في منها امهات. في منها امهات. تمام. في من الاصفر والاحمر يا بنات والابيض والكحلي. في منها امهات وفي منها بنات. القطعة على 50 ريال. ما شاء الله عنده موديلات حلوة قوي، عاجبني قوي برضو موديلات الافراح دي. السن بصوا ده حلو قوي. هي كل الموديلات اللي تحت دي معروضه؟ يعني كل فوق ده هو معروض، ده معروض. بصوا يا بنات اي قطعه على 50 ريال. هو يا جنبي يا بلاش على طول، اسمه طيور الجنه. ماما تنفع حلو قوي كفساتين للعيد، فساتين افراح ومناسبات، شكلهم حلو قوي. هسيب لكم برضو العنوان في صندوق الوصف، صندوق الوصف ده يا بنات عشان برضو توصلوا له هتدوسوا على العنوان بتاع الفيديو، هيظهر لكم رقم البائع وهيظهر لكم العنوان بالتفصيل. عنده برضو موديلات افراح، بس برضو الموديل ده، هو الموديل ده
عند الموديل ده. ان شاء الله حلوين قوي. بس الابيض ده برضو ده الاخضر. بص العودي ده برضو حلو قوي. هي قطعة على 50 ريال. احمر ده برضو حلو قوي، شكله شيك جدا. في منه اللون العودي ده. بص يا بنات العودي ده حلو قوي برضو. عايزه اوريكم العودي ده بس عامل ازاي. الشغل برضو حلو قوي. بصوا برضو يا بنات الموديل ده حلو قوي، وده اللون التاني بتاعه. بصوا برضو يا بنات الموديل ده والاسود ده حلو قوي. بصوا برضو يا بنات ده حلو قوي وشيك جدا في العيد، فساتين العيد ده تبقى حلوه قوي. وبكده يا بنات اكون خلصت جولة النهاردة في محل طيور الجنة. هو جنبي يا بلاش، اي قطعة عنده على 50 ريال. وانا اوريكم العبايات الام اهي، دي الالوان برضو بتاعتها. وفي مقاسات من ميديم الاكس لارج. واتمنى لو الفيديو عجبكم متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. هسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.